الحقيقة أمتعتونا وشوقتونا في نفس الوقت. محمد شكرا ليك، آلاء شكرا ليك، أمنية شكرا ليك، ندى شكرا ليك، يوسف شكرا ليك. بيكم وبأمثالكم هنفضل إحنا المصريين نعبر عن حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام والآل البيت من منطق الحب والغلاوة مش الغلو. أجمل حاجة شفناها من فريقنا الجميل ده النهاردة هو الروح المصرية الملهمة، إصرارنا على مصريتنا في التعبير في حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم والآل البيت. الجميل إن هم سعداء من جواهم، بس تجاوزوا منطق السعادة إلى مفهوم الإسعاد بيسعدوا غيرهم. دمتم سعداء، ونختم بإنشاد منكم. صلى الله على صلى الله عليه وسلم.